أشهر 5 فنانين بنعشقهم في كل أعمالهم، واحتلوا مكانة كبيرة في قلوبنا حتى بعد ما كبروا. أهلا بيكو في قناة أخبار ترند. الفنان الراحل أحمد زكي اللي بيخليك تطلع من الفيلم متأكد إنه ما كانش عمره بيمثل، لأنه بيندمج قوي في الشخصية وبيهضمها تماماً وبيبقى واحد معاها. 2. الفنان الراحل سمير غانم، نجم الكوميديا اللي مازال الكل بيترحم عليه لحد دلوقتي، هو وزوجته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز. الكل بيحبوا أعمالهم، خصوصا أعمال الفنان الكوميدي المحبوب سمير غانم. 3. الفنانة لبلبة اللي لسه محتفظة بروحها الطفولية المحبوبة من طفولتها لما كانت بتطلع مع عبد الحليم تقلد، لحد دلوقتي ما زالت قريبة من قلوب الناس والكل بيحبها. 4. الفنان عادل إمام الزعيم اللي الكل دايما بيستنى أعماله وبيكون متأكد إنه حتى لو كان مختلف معاها فأكيد المحتوى فيه فكرة وفيه قضية. 5. الفنان الراحل الكبير فريد شوقي اللي قدم في شبابه أدوار الفتوة والكل حبه فيها، وفضل برضه يحبه لما كبر وقدم أدواره اللي تميزت بالطيبة والكوميديا. لو عجبك الفيديو فاوعى تنسى تعمل لايك وتكتب كومنت وتعمل شير، ولو لسه ما اشتركتش في القناة فأهلا بيك معانا في قناة أخبار ترند. اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس علشان نكبر قناتنا ويوصلك كل جديد. وسلام.